أسعار السمك في تناول الجميع، أسعار السمك في تناول الجميع أرخص من حاجات كتيرة يمكن سلع تانية للأكل. السمك أسعاره مميزة جدا، الأسعار في تناول للجميع، في ملح بوري ملوحة، في من الضيف اللي جميع المحافظات اللي هي وجه بحري، البوري السويسية يحب يملحه مثلا من عنبرة، يحب يملح المرجان. هنا في البحر الأحمر مختلفين تماما عن أي محافظات أخرى اللي هي مثلا مثل الحاجات اللي هم بيملحوها وبيحتلفوا اللي بها بعد صلاة العيد اللي هو السمك الناشف. السمك الناشف ده يا أخوانا من أعظم وأنظف وأحلى أسماك في البحر الأحمر، اللي بتبقى مثلا في الملوحة في السمك الناشف هي اللي بتبقى الحريت الفرهيد، بتبقى دايما إقبال على الحريت الفرهيد. فالحريت الفرهود ده من اول انواع الاصناف في البحر الاحمر اللي هي في الشرح، في الشرح لان بيبقى فصه عالي ومنشرح اللحمه وبنحشي في قلبه ملح، والملح ده حضرتك بعد تقريبا من 3 ساعات ل4 ساعات في السمكه من جواه. لو زادت عن كده تيجي تغسلها بعد كده تلاقي الفص جير معاك وبيض ونشف زياده عن اللزوم، فلها وقت معين اللي كام ساعه بيبقى تقريبا من 3 ساعات ل4 ساعات كتيرها قوي. بعد كده بترجع تغسل السمكة وتغسلها، بتغسلها كويس وبعد كده بتسيبها تصفى، بعد ما تصفى بتعلقها في مكان ظل السمكة تنشف براحتها فيها. لما تقعد مثلا من قيمة 5 6 أيام 7 8 أيام عشان الفص ينشف كويس جدا، وعشان بعد كده بتجيبها بعد 4 5 7 8 أيام بعد نشوفيتها تجيبها بتلعاها ميه سخنه، بعد كده بتلعاها ميه سخنه بتسحب الفص زي ما هو. ناس بتاكله كمزه تعصر عليه ليمون وتاكله كزي السربات ناشف زي البقسماط، في ناس تانية اللي هو الاغلبيه منهم في البحر الاحمر بيسبكوه في صينيه، في طاجن مع صينيه بطاطس وحاجات من دي.